الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. إذا رأى صاحب الرؤيا أنه ضائع في الصحراء في المنام علامة على عدم رضا صاحب الرؤيا عن حياته والله أعلم. وفي منام الموظف تدل رؤيته أنه ضائع في الصحراء عن الاستقالة في العمل والله أعلم. إذا رأت الفتاة في منامها أنها داخل الصحراء بمفردها علامة أن هذه الفتاة تعاني من معاناة شديدة في حياتها والله أعلم. إذا رأى النائم في منامه أنه يمشي في الصحراء في المنام علامة على وضعه هدف يفوق قدرته والله أعلم، حيث تدل الرؤيا على العراقيل الكثيرة التي تقف أمام الرأي وتحول دون تحقيق هدفه في الحياة والله أعلم. ولكن في نهاية الأمر سيتمكن الرأي من تحقيق هدفه بعد مشقة وعناء كبيرة والله أعلم. المشي في الصحراء بحثا عن الماء في المنام علامة على تعب الرأي من أجل جمع المال والله أعلم. إذا رأى النائم في منامه أنه داخل صحراء مليئة بالحبال علامة على الحيرة والقلق في حياته والله أعلم، حيث تدل الرؤيا على أن صاحب الحلم حائر بين أمرين والاختيار بينهم مصيري والله أعلم. أحد الأمرين سيكون صوابا والآخر سيكون خطأ، وعلى الرأي الحذر عند الاختيار والله أعلم. بينما رؤية الظهور في الصحراء في المنام علامة على التعرف على رجل مثقف يفيد الرأي كثيرا في أمور حياته والله أعلم. إذا رأى النائم في منامه ماء الصحراء، ماء في الصحراء يعني، علامة على تجديد هدف ما انتهى من وقت بعيد، يعني هيجدد هدف كان انتهى من وقت مضى في حياته. وإذا رأى المتزوج في منامه ماء الصحراء رؤيا محمودة تدل على الخير القادم له والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم.